بكم من جديد. هلهلالك يا رمضان، كل سنة وانتو بألف خير إن شاء الله. رمضان يعني على بعد أيام قليلة منا، بسعدني أن أقول صباح الخير لضيفتي إيمان بدر. صباح الخير. صباح الخير. كيفك يا إيمان؟ الحمد لله تمام. أهلا وسهلا فيكي. إيمان أنا كتير مبسوطة منك، لأنه حبيب. إيمان مش أول مرة أنا بقابلها، يمكن تقابلنا زمان أول ما بلشتي شغلك اليدوي من خلال برنامج حرير. اليوم عم تكوني معنا ببرنامج يوم جديد، وأنا عم شوف تطور كتير كبير. أشياء جديدة. صحيح، اشتغلنا على أشياء جديدة وأضفنا أشياء جديدة. يا سلام عليك. طيب يعني أنا حبيت تكون البداية مع الهلال الجميل، وعندنا كمان نجمة، وبدي أسمع منك هدول أول شيء كيف مصنوعين، هدول إيش عملتيهم؟ هدول يدوي. يدوي نعم، الشغل كله يدوي. الخشب يعني استعنا بمصنع هون، والشغل الباقي كله يدوي، خراز، ويعني خاصة بشهر رمضان أضفنا يعني أشكال جديدة. طبعاً يعني عم نطور كل مرة، كتير مرتب. شوفوا كتير مرتب، يعني أوقات في قطعة مثلاً بتحركها بتحس إنه والخشب خشب يعني نوعية جيدة فعلاً، واللون الدهان كل شيء. بدي أحكي شوي عن القطع الصغيرة اللي محطوطة على الهلال والنجمة. هلا القطع هي عبارة عن قماش هندي، يعني محشي، أحيانا منجيبه جاهز وإحنا منشكله، وأحيانا إحنا من نعمله بإيدينا. والخرز كمان نفس الشيء، كتير حلو، يعني من A to Z كلياته شغل يدوي رائع كتير. إيمان أنت معروفة بشغل الكروشيه نعم. صح؟ نعم. وشايفة أنا أنه تطور الموضوع عندك أكتر وأكتر من كل مرة عم منضيف شيء يعني جديد. كتير حلو، عم بتضيف على قطع جميلة جدا. نعم. وخليني أبلش بالمسابح. بالمسابح إذا سمحتيلي. قال هلا المسابح فيها نشتغلها يدوي، ممكن تكون حبه حبه مشغوله، وممكن خشب، ممكن لولو، ممكن اي نوع حجر طبيعي. واحنا على الاطراف عم بشتغل عليه الكروشيه، يعني هيك عم بيعطي جماليه للقطع. كثير حلوين بصراحه، وهون كثير يعني انت بالسله جايبه الوان ومجموعات جميله جدا. نعم. حلو، وكيف شايف الإقبال على يعني والله هذا يعني جديد صراحة في المسابح فعلا. حلو، يعني الإقبال عليهم الحمد لله، يعني فكرة غريبة والناس عم تتقبلها. طيب ننتقل لهدول يا إيمان إذا هلا هاي حجابات عم بشتغل أنا عليها، القماش نوعيته جدا ممتازة واستهلاكه يعني لمدى طويل، والخيط حرير، يعني ممكن تنقل الشغل على أي قطعة تانية، يعني انها ما يعني ما بتقدم او بتبلى. طيب يعني الحجاب بنحكي على شيء احيانا ممكن يكون عملي. نعم، وعملي بنفس الوقت، بده ينغسل، بده ينكوى، طبعا بس الخامه جدا ممتازه. يعني بتعيش لسنوات، يعني انا مستخدمتها من تقريبا 16 سنه عم بشتغل عليها. كتير حلو، انا عم بتطلع انت شو لابسه، لابسه الابيض مع أنا الاسود. انا الابيض والاسود. كتير حلو، هذا كله شغل ايدك. شغل يعني نعم، شغل يدوي. يا سلام، شغلنا يعني القطع، حتى الخيط احنا بنجيبه حرير عشان يعني يكون استخدامه اطول ويتحمل. شغل كثير جد حلو حلو حلو. انت بتختاري الالوان بناء. نعم. على لون الحجاب. حلو، في اعمار مختلفه يعني بتراعي هذا. نعم، الموضوع بتجينا طلبات. نعم، وحسب اللون احنا بالطلب يعني بالسن. نعم، اذا لست كبيره ل يعني صبيه. واسمحي لي بس بدي اعرضه انا افتحه عشان نشوف قديش حجمه بعد اذنك. هو الحجم الطبيعي، يعني الحجم المناسب لاي حجاب. واحيانا بالطلب اذا بدهم اطول بدهم اقصر، ممكن يستخدم سكارف كمان. طبعاً. يعني مو شرط حجاب. صحيح، وممكن حتى ممكن نحط زي رانر او شيء. نعم، بيصير يعني حتى بنشتغل على هيك شيء احنا، يعني اذا بالطلب. طيب قطعه زي هيك قد ايه بتاخذ منك وقت عاده؟ هلا تقريبا بتاخذ اسبوع بين خياطه وقص وشغل. يعني هو اللي بياخذ الصراحه الوقت الشغل. طيب انا شايفه هون شيء ثاني اذا سمحتي لي. بس خلينا احنا دخلنا برضو على شيء جديد اللي هو التواب. طيب خلينا نشوف الطوب، معلش رح اشيله، انا بعرف انه معروض بس رح نحاول. خلينا نرفعه اذا سمحتي اكثر، يعني برضو هذا تصميمنا. حلو، هلا هذا هدول الاشرطه جاهزه ولا لا؟ جاهز، احنا القماش. اوكي، القماش هدول برضو جاهز. احنا يعني بننتقي حسب اللون وبنضيف الالوان. اه
يعني كتسويق ولا حسب الطلب الزبونة كمان يعني. وفي منه ألوان؟ نعم طبعاً في ألوان. حلو. هلأ بشهر رمضان بحبوا يلبسوا هيك. أيوة هو يعني المتعارف عليها بشهر رمضان. هلأ نفس الإشي في عنا هاي القطعة كمان، هاي إحنا نعمل لها برضو حسب الطلب يعني حجابها معها. يعني اللي بحب تقريبا هيك حتكون بالطريقة هاي. بالطريقة هاي فعلا حلو. هذا الحجاب كل حبة مشغولة لوحدها ومضافة عليه. كثير حلو بصراحة وأنيق. الله يسلمك. وهدية حلوة هلأ جاي. نعم لعيد الأم صح ولرمضان يعني. حلو. طبعا انت اسمك ايش بنسميه؟ اسم كروشيت الفني نسميه كروشيت. كروشيت. بيقدروا يلاقوكي على الانستغرام. على الانستغرام والفيسبوك. نعم. طب قديش قطعه زي هاي بتاخذ منك وقت عاده؟ هلا بالنسبه يعني لهاي ممكن تاخذ تقريبا بيلحقوا يعني اذا حبوا يوصلوك على شيء قبل خلال يعني اسبوعين او اسبوع بتكون القطعه تكون جاهزه موجوده. نعم. طيب خليني انتقل. في عندك كمان انا شايفه اشي حلو هون، احنا كمان متخصصين بعمل أيوة. كوشنز معطر اوكي للمناسبات اوكي. هدول يعني بكل الاحجام بنعمله صغير يعني كبير هيك تذكارات اشياء. نعم هدايا يعني لا هاي بتعمليها انت على احجام؟ على احجام إيمان. صغيره كبيره. طيب اشرحي لي بالضبط كيف بتبلشي فيها؟ هلا هاي احنا يعني بنتقي اجود انواع القماش. انا بحب انا بالنسبه لي افضل اللي هو يعني القماش اللي يقدر يعطي جماليه وبنفس الوقت يعني يبقى فتره اطول. يعني بحط فيه ماده انا جايبتها يعني بمزجها مع بعض بتضلها لفتره طويله تعطي ريحه رائحه يعني جميله في المكان. ما شاء الله. طيب حكينا عن الحجابات هون. نعم. باختلاف الوان هون. نعم. وباختلاف الشغل اللي عليهم. هلا بدي انتقل ل يعني حاولنا ندخل الكروشيه على يعني هاي برضو كوسترات. الكوسترز هدول كثير حلوين. اذا نمسكهم هيك نحطهم بالطريقه هاي. نعم حتى يعني هاي من A to Z احنا شغلنا القماش الشغل حتى يعني التفاصيل الصغيره كثير حلو شغلنا. نعم. وبرضه انت حسب اللون ممكن ينعمل. نعم. حتى للصواني. نعم نعمل للصواني لرنر زي ما حضرتك تفضلتي. يعني اي طلب حابين يدخلوا عليه شغل الكروشيه بنعمله. طيب قديه بتشوفي انه هذا النوع من الاعمال في له سوق؟ والله في سوق بيزدهر مع الوقت. يعني انا من حد ما انا كنت مقيمه في الخارج لما يعني من 10 سنين استقرت رجعت لبلدي. ما شاء الله يعني في ناس شافته شغل جديد وحلو وعم تقبل عليه وعم تطلبه كمان. في حدا بيساعدك؟ في نعم لانه هذا بده يعني مجهود وتعب يعني بده شغل. يعني حتى مهما كنا ناجحين دائما الا نلاقي في مشاكل في عقبات في. نعم. صعوبات. صح. شو ابرز شيء واجهتي وبتحبي انك توجهي من خلاله رساله للمشاهدين؟ الصراحه اللي يعني انا يعني من هون من يعني صعب الحصول على مثلا خياطين متمرسين خياطتهم لانه هذا الشغل دقيق. فاذا ما طلع بالنظافه ف يعني بدك تبحثي عن اللي بدي يعمل لك الشغله بطريقه. يعني بتقصدي الايدي العامله؟ الايدي العامله بتشتغل بمهاره وبدقه عشان يطلع. نعم عشان يطلع بالشيء. بس الحمد لله يعني هون عم نلاقي وتواصلنا مع كثير سيدات والحمد لله يعني اشتغلنا وشغلنا ناس يعني حلو. عم بيساعدونا. طب خلينا نحكي عن هاي النقطه بالتحديد. يعني كثير احنا يعني دائما انا بقول لما الست بتبلش مشروع صغير اي مشروع ببلش صغير بعدين بيكبر نعم. بصير في مجموعه عم بيتصارع عم بيشتغلوا. نعم. فانت كانك يعني عم بتاثري على عدد اكبر والعدد. نعم. بيجيب عدد لاني اذا انا عفوا مدام
لارا إذا بدي أشتغل كل هذا ما بلحق. فهلأ عم نستعين ناس بالتطريز، ناس بالخياطة، ناس بمساعدة بالشغل. يعني حاولنا بتلاقي صبايا جاهزين مدربين. نعم، وشاطرات وما شاء الله مدربات وبتعاونوا يعني وبتعاونوا معي. نعم. طيب خلينا بالنهاية بس نحكي بنقطتين. النقطة الأولى اللي بده يتواصل معك من خلال يعني الانستغرام والفيسبوك. نعم، من خلال قلتي لي كروشيه. كروشيت. نعم، كروشيت من خلالها. وأي قطعة قد بدها يعني؟ تقريبا أسبوع بالمستعجل. أقل شيء أربع أيام. أقل شيء أربع إذا تطلع بالأبواب يعني. ما ضلوا هلأ في يعني حبيبتي يعني هو تعرفي ليه؟ لأنه الشغل دقيق وبده وقت. حلو. يعني وإحنا كمان إلنا هون داعمين، مدام يمنى بازار ملتقى الإبداع، كنا قبل 3 أيام في بازار يمنى حياري. طبعاً رائعة. فالصراحة يعني هي من الداعمين اللي غريب إنه ما فكرتي مثلاً تشتغلي إشي للأطفال. لا، بنعمل بالطلب. تعملي؟ لأنه مش شايفة ما جبتينا اليوم. إحنا بالطلب يعني هاي الأوردرات بالطلب. لأنه المشناع والكروشيه حلو للأطفال. الصراحة بالطلب. شو بتعملي للأطفال؟ يعني ممكن جاكيتات، ممكن يعني حسب ما يجي الاوردر احنا بنشتغله. يعني بتعملي شالات؟ بتعملي جاكيتات صغيره؟ نعم. نعم. حلو جدا. اي شيء اخير بتحب تضيفيه؟ الصراحه يعني بدي اشكر كل اللي وقفوا معنا هون بمشروعنا، ومنهم الداعمين لنا. يعني انا بدخل بالسنه تقريبا 4 بازارات، منهم بازار ملتقى الابداع. والشكر موصول لمدام يمنى والقائمين على البازار وعلى الجميع. بدي أتشكرك بالنهاية إيمان، الله يعطيك ألف عافية. وإن شاء الله المرة الجاية كمان لسه بيكون مشروع إن شاء الله. وإنتاجك صار أكثر وأكثر. شكرا إن شاء الله. تسلمي. شكرا شكرا. كل عام وأنتم بألف خير. شكرا شكرا. إذا مشاهدينا فاصل بسيط وراجعين، خليكم معنا.